حبي يا عين رح تفرح معانا الناس لو كان العمر عمرين ما فرقت معانا يا ناس وعد المحب يا عين رح تفرح معانا الناس واللي ضمير عدم رح تخطف الأيام يغرق في بحر الندم يفقد معه الأحساس يا ريت عنا الصبر عالدنيا لما تجوب ننسى زمان البحر طريق النور يا ريت عنا صبر عدني لما تجوب ننسى زمان القهر نمشي بطريق النور ونرجع اللي انكسر نملى سمانا طيور يا رب صار وردي بحضنه تنام واللي عصر قلبه الألم واللي تعب واللي انظلم واللي انكتم واللي انعمل بكرة تشوفه مع المين؟ قلع الزلمة معروف بكل الصالحية شو طلع معه؟ هذا يا معلم الزلمة مسموعياته مثل المسك ولا عنده سوسة ولا عنده مشكلة كتير منيح بس لازم نسأل عنه بتعرف الرجال طالب ابن اختي مزبوط معلم مزبوط معناتها انفهمي صدقت هالمرة لا معلم ما صدقت منه شو ما صدقت؟ هلا عم تقلي الرجال مسموعياته منيحة وما عنده أي سوسة ولا عنده مشكلة شو هيبة؟ مزبوط معلم ما عنده مشاكل بس شيت انه عزابي هي مو مزبوطة منه شلون يعني زعلوه؟ يعني الرجال طلع متجوز؟ اي والله يا معلم، متجوز وثلاثة كمان ورح تكون اختك الله يستر عليها هي الرابعة. يا لطيف، متجوز ثلاث نسوان وبده يتجوز الرابعة؟ اي معلم، مثل ما عم قلك. لك الله لا يشوفك. لا يوفقك يا انفهمي على الاستفادة اللي استفدتي فيها اختي. متأكد من هالحكي زعلوه؟ معلوم معلم متأكد، وسألت أكثر من حدا عن هي القصة. ماشي زعلوه، يعطيك العافية، روح على شغلك. الله يعافيك معلم. الله لا يعطيك العافية يا أم فهمي كل مرة بتجيبي عريس لأختي أضرب من التاني ببارك عندي أنت وأم معروف شو عليه؟ متجوز متجوز شو جايب أختي أنا من الشارع ولا مقطوعة من شجرة بسيطة بضرابة
هي احلى كاسه شاي، احلى معلم الرز. صب صب على الدور. شو صار معك؟ فكرت بالموضوع؟ انو موضوع معلم؟ لك شو انو موضوع؟ بدي اياك تترك شغله هالفرن لانها شغله معدتي وتفضل هالطيور لبين ما نفتح دكانه ابو تيسير ونشتغل فيها. بس يا معلم يا ابو عزو ما ينتهي الشغله مطوله. ايه لا مو مطوله، شهرين بالكثير ويمكن قبل. بعدين انت عم تاخذ خرجيتك مني، انا مقصر معك شيء؟ لا معلمي لا، انت ما عم تقصر معي، بس عدم المؤاخذه اللي عم اخذه منها يا دوب يكفوني. خلص بزود لك خرجيتك، بس انت خلصني من هذا ابو حمدي ولك مبلغ كبير، ومثل ما وعدتك زواجتك على حسابي. مشي معلمي مشي، انا جاهز اللي بدك اياه، بس الا شغله القتل. خلص شيل هالفكره من راسك، بس بدي اياك ترجع تروح على الحمام وما تخلي لابو حمدي يتهنى بحكايته. ليك عزوز انا الاخبار عم تصلني. ها مشي معلمي مشي، تكره وحياه عيونك ما راح اخليه يتهنى بحكايته، راح ارجع مثل الاول واكثر. قوم انتتر اعمل كشه لهالطيور. احرق معلمي احرق. يلا احرق. شوفوا صار معها موضوع الوردة. والله إذا نظمية أخذت حصتها من أبو حمدي وبيعته البيت حتريحني منه تمام. حصتها من الوردة هذا حقها، أنا لازم أسرع وأدبر لها المصاري، بس المهم هذا البيت ما لازم ينباع شو ما كلفني الأمر. بعرف رانا صنيع في مين ما عمل دراسة مشان موضوع الوردة، مين راح يكون يعني غير أبو عزو. بسيطة يا عم ممدوح شرف. شو معك عم ابو حمدي؟ ميت اهلين وسهلين يا ميت اهلا وسهلا شرف. ارتاح ارتاح، اول شيء طمني عنك وعن جرحك. الحمد لله عم يا ابو حمدي، عم يتحسن وهذا فضل الله ثم فضله عمي. استغفر الله العظيم عمي، هذا اقل شيء ممكن الواحد يساويه مع بضايم مثل حكايتك وحكايه رفقاتك. الله محييك عمي ابو حمدي، الله محييك. طمني شو اخبار جماعتك؟ وين صفيتوا بعد ما طلعتوا من الحاره؟ أخبارنا ما بتسر. خير حكي لي ليش ما بتسر؟ من شان هيك أنا جيت لعندك عمي أبو حمدي. معناها أول شيء خلينا نعملنا كاستين شاي بعدين نحكي على رواق. ما بدي أعزبك عمي أبو حمدي. ولو شو هالحكي هاد؟ أصلاً ما رح تطلع من هون لتتغدى وتتعشى كمان، شو فايت على بيت أرامل أنت؟ الله يجبر بخاطرك عمي أبو حمدي، أنت من أهل الكرم والعز عمي. من بعدكم، الواحد شو ما يساوى معكم بضل مقصر على إذنك. إذنك معك عمي. رحتي لعنده على البيت مرت عمي؟ ايه رحت وقلت له انه بدي حق حصتي من وردة ابي الله يرحمه. ايه وشو قال لك ابو حمدي مرت عمي؟ ما رضي يبيع البيت. ليش بقى؟ شو البيت مسجل باسمه؟ لا يو شو مسجل باسمه؟ لكان ليش ما رضي يبيع البيت؟ قال جدي الله يرحمه موصي قبل ما يموت انه ما يبيع البيت لانه من ريحته. ايه شو هالحكي؟ في حدا بيوصي الوردة ما تتوزع بعد ما يموت؟ في ناس بتوزع الورثه على حياه عينها من شان شو مرت عمي؟ من شان ما يصير مشاكل بالعيله. شو هالتفنجه هاي؟ هو قال لي انه بيع بيتي هون وروح اسكن ببيت اهلي انا واولادي. ايوه وهو بيكون معكم؟ لا قال بيطلع برا البيت. وبركتان انت بعتي البيت وهو ركب راسه وما رضى يسكنك بالبيت، وين بتروحي انت واولادك مرت عمي؟ مزبوط كلامك تقبرني. هو اكد لي اني انا الي حق عنده وناكر حق الزلم، بس لما بتتيسر معه الامور بيعطيني اياه. شو هالحكي مرت عمي؟ حصتك من اهلك بتطلع المبلغ الفلاني، منين ابو حمدي بده يجيبها؟ اي والله اذا بيعيش العمر عمرين ما بيقدر يجمع لك حصتك، منين بده يجمعها يا بعدي؟
بنشغله بالقهوة من ورا هالحكاية اللي عم يحكي لي إياها. قلتك شو لازم ساوي إلا؟ لازم تطالبيه إنه يبيع البيت. شو يعني؟ بدك مني رح أشتكي عليه للكركون؟ لا مرتب، لا. أنا رح أحكي مع المختار وأحكي مع أبو معروف إنه يحكوا مع أبو حمدي ويقنعوه إنه يبيع البيت. منيح، كتير منيح، بركي بيقدروا يقنعوه إنه يبيع البيت. وساعتها إذا ما اقتنع منروح على الكركون. إيه والله مزبوط كلامك، تقبرني. أنت اتكل وشوف شو بيصير معك وخبرني. ما تكرم عينك مرت عمي، لأنه هذا أبو حمدي لا بيحلل ولا بيحرق. هلأ اللي بيقتل صعب عليه يأكل حقك مرت عمي؟ مو صعبة بنوب، مو صعبة. لا والله مو صعبة بنوب، تشكر آسف. بدك شي سعدية؟ تقبرني سلامتك. بدك شي مرت عمي؟ سلامة قلبك. الله يخليك فوق راسي يا رب. يلا السلام عليكم. الله معك. الله معك، تقبرني. نحن صايرين عم نعاني من قص سلاح عمي أبو حمدي، ورجال كتار اللي بيحبوا البلد وكلهم جاهزين يقدموا دمه ونفدى البلد. إيه وشو ناطرين؟ ما تجيبوا سلاح. السلاح موجود بس بدنا مصاري منشان نشتري سلاح. مثل ما بتعرف نحن مو قادرين نشتغل. انتوا الله يقوم بيهمكم، شلون بقدر تشتغلوا؟ طيب أنا خلاص لا تاكلها. أنا بشوف مين فينا تدر بالحارة والحارات حولنا، بنشوف قديش بنقدر نجمع لكم. وهذا العشم عمي، وهيك بتكونوا خدمتونا خدمة كتير كبيرة. هذا واجبنا عمي، واجبنا كلياتنا. هاي البلد إلنا كلنا. يكتر خيرك عمي أبو حمدي، ويكتر الرجال يلي من أمثالك، وهن كتار، كتار كتير. لك ولي على قامتك انفهمي، كمشت لي قصة صبرية وصارت تدور فيها، قال شو؟ حاببت لي واحد من هدول الشباب اللي بلطشوها. يهلك صالحة، ليش هيك عم تحكي؟ انفهمي شو دخلها؟ انسوان الحارة هنا اللي عم يحكوا. هي ما بتصدق امتى تلاقي قصة تحكي فيها. حبيبتي، ما في دخان بلا نار. لا امرت اخي، بهي ما حذرتي. لأنه بصراحة صبرية بنت عاقلة ومرباية، وأمهم مربيتهم أحسن ترباية. بحياتنا ما سمعنا عنها وعن أختها شيء، مزبوط ولا مو مزبوط؟ إيه والله مزبوط كلامك يا صالحة، بنات أم تيسير بحياتنا ما سمعنا عنهم شغلة عاطلة، بعدين أم تيسير صار لها أرملة 10 سنين وما كانت ترضى تتجوز مشان تربي ولادها. يا لطيف على هالناس، إيه ما بيصدقوا يلاقوا قصة مشان يحكوا فيها. بتعرفي مرت أخي؟ اليوم لما نيجي أخي بدي استأذنه مشان نروح عند بيت نظمية خانو، تروحي معي؟ لا أيو، أنا مالي بهيك فوتات. إيه والله بخجل أحكي قدام أم تيسير بهالموضوع. بعدين أنتي سعدية رفيقتك، من راسك لراسها بتتفاهمه وبتحكي لها كل شيء. ماشي، اليوم بس يجي أخي بستأذنه. إيه شو علي؟ بصير هالحكي. أخ 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 هيك مسؤول من قصة، ليش عم تضحك؟ الله يجزيك الخير يا ابو هشام، والله ضحكتني والله. سيدي شو صار مع ابنك؟ ان شاء الله سكرت له دكانه. ايه لك الحمد لله، لقينا له دكانه. هي صحيح صغيره شوي بس ماشي حالها يعني، سكرينا له اياها. ايه نعمة من الله. ايه والله ان شاء الله هاي الرزق يا رب يا ابو هشام. الله يسمع منك، نحن عملنا اللي علينا والباقي على رب العالمين. والنعم بالله والنعم بالله. بني ادم بس يحط عينه بعين رب العالمين، دخيل اسمه الله بيفتحها عليه وبيسر له عمره. السلام عليكم. وعليكم السلام يا ابو عزوز. السلام عليكم يا رجال، ان شاء الله نعيما جميعا. فاكر تعالي تفضل تفضل. شلونك ابو شهاب؟ اهلين ابو عزوز. شلونك ابو معروف؟ مشتاقين ابو عزوز. شو باين زايرنا اليوم؟ قلت لحالي بيجي بعمل حمام مرتب وبتطمن عليك ابو معروف. حمام حمامك عمي، 100 اهلا وسهلا فيك انت ما اجيت. عجبك شو مساوي صاحبك؟ منو هذا ابو عزوز؟ عمين عم تقصد؟ يا ابو حمدي، في غيره؟ يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، غير ابو عزوز؟ ابو حمدي شو عامل معه؟ يعني فوق ما رملها للمخلوقه وقتل جوزها كمان بده ياكل حقها. يعني مين تقصد؟ اختها ابو حمدي؟ ليش في غيرها؟ مرت عمي امها لحرمتي. ايوه وشلون بده ياكل حقها؟ شلون عملته؟ حقها من الورثه يا ابو شهاب، من الورثه. ليش المرحوم ابوه ابو حمدي ترك ورثه؟ معلوم. ليش البيت اللي سكنه ابو حمدي مو بيت العيله؟ يعني بيت ابو حمدي وبيت مرغمي، لما انا غلطان؟ لا مزبوط ابو عزوز، هذا بيت ابو لابو حمدي. وبالدين وبالشرع مو الحرمه الها نص ورثه الرجال؟ مو هيك الشرع بيقول لما انا غلطان؟ ايه معلوم لك عن ذكر وللذكر مثل حظ الانثيين. يا عيني عليك،
بقى ليش ابو حمدي ما بيبيع البيت وبيعطيها حصتها لان تيسير؟ اه ليش؟ هلا هي طالبته بحقها من الورثه؟ لك طالبته، راحت لوسط بيته وطالبته انه يبيع البيت ويعطيها حصتها. ايه شو قال لها ابو حمدي؟ شو قال لها؟ قال لها من البيت يا ابو شهاب، قال لها من البيت. قال لها من البيت؟ ايه وقال لها بالحرف الواحد انه البيت ما بده يبيعه. قال شو؟ ابوه موصيه انه ما يبيعه. فقلت ما بده يبيع البيت شو بده يبيع حقه؟ قال بده يجمع سيدي برغوت فوق برغوت ليصير معه مصاري ويعطيها حصتها من البيت. عيش تدفيش لينبط الحشيش، هيك بده 10 سنين ما يوفي حقه. بجوز هالحكي من الله يا ابو معروف؟ بجوز هالحكي من الله يا رجال؟ اه والله ما بدي. لمونا يا رجال، لا تاكل هم بعزو، انا بروح لعند بيت ابو حمدي وبتفاهم معه وبخليه يعطيها حقها لاخته على دوز بارا. يعني معية الله ومعية الحاضرين، يعني فوق ما قتل جوزها ويتم اولادها ورملها للمخلوقة كمان ياكل حقها. لك شو بنا بعزو؟ عم اقول لك بتيسير بتاخذ حقها بالكامل مني انا، خلص بقى شو بدك انت؟ زعرور؟ قوم بواجبه لابو عزو، بده يتحمى. ابي امرك معلمي، مو على راسي، واحلى حمام لعمي ابو عزو. ايه يا كريم يا رب. اخي انا بعد اذنكم بدي روح اتغدى، صار وقت غداي، تفضلوا تغدوا معي. صحتين وهنا ان شاء الله بالافراح يا ابو معروف. ان شاء الله مجاري الهنا يا ابو معروف، نتشرف. ماشي، دير بالك على الحمام بغيابي، السلام عليكم. شرف شرف يا كريم يا رب. الله معك. ايه يا ابو شهاب. وي اليوم المساء بتجي لعندي على البيت، عاوزك ضروري. عاوزني اقلي؟ ليش خير؟ موضوع ضروري كثير وبيخصك انت. بخصني انا؟ شو في يعني شو صاير؟ يا ابو شهاب عم اقول لك تعال لعندي على البيت لانه المي عم تمشي من تحت رجليك وانت مانك حاسسها. شو هالحكي؟ شو الخبر يعني؟ شلون يعني المي عم تمشي من تحت رجلي؟ انا ما معكم معلم. لك يا ابو شهاب انت تعال لعندي المساء على البيت ونشرب لنا كاسة شاي بمعيتك ونحكي خلصنا. طيب ما فينا نحكي هون؟ ما بنقدر نحكي هون، بدنا نقعد لحالنا ونحكي، ما بدنا حدا يسمعنا. ايه ماشي فهمت عليك، ان شاء الله اليوم يوم بعد صلاة المغرب بيجي عندك على البيت ان شاء الله. وانا عم بستناك، بدك شيء انا فايت اتحمام. انه عيبا سلفا. الله ينعم عليك ويرحم والدينا ووالديك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. انا شو الخبرية هاي؟ شو في شو صار؟ اي ياما ليش بعدتي وراي؟ تبعزي اشتقت لي. اشتقت لك العافيه. ليش ما عم بتجي؟ ياما ليش بدي اجي؟ ما كل ما بيجي لهون بتقلع، يا منك يا من اختي سعديه. يلا يسامحك يا لطفيه. هلا انا بقلعك. كل كلامك تقليه. فقلت يا لطفيه اكسبي حالك ولا عاد تجي. ما هي هي، اهلك لا بيحبوكي ولا بيريدوا لك الخير. غلطانه لك بنتي. والله ما برد لك الا الخير انا. وين هذا الخير اللي عم تحكي عليه يا مو؟ رحت لبيت خالك وشفته. ايه بعرف انك رحتي. منو قال لي؟ يا مو ليش في شيء بيتخبى عنا بالحاره؟ من وقت ما دقيتي باب البيت انا وصلني الخبر. بربك مين قال لي؟ ابن حماي الصغير شافك وانت فايته لعنده. هلا المهم شو بدنا بهالحكي؟ انا بعثت وراكي لحتى خبرك اني انا رحت شفت خالك وطالبته بحق حصتي من بيت أهلي. الحمد لله اعترفتي إنه أخوكي. بس ما راق قلبي من ناحيته لسه. خير إن شاء الله. قال لي إنه رح يبيع البيت ويعطيني حصتي، وأنا لك أمي بعطيك المصاري، أنت بتعطيهم لحماتك وبتشوفوا هذا اللي رايح على فلسطين يدور لك على جوزك. صعي يا مو صعي؟ إيه يا مو إيه، بس ادعي أنت إنه ينباع البيت مشان تعرفي أخبار جوزك. يا رب يا رب ينباع البيت بسرعة مشان أعطي المصاري لحماتي وتروح تعطيهم لحدا يسأل عن جوزي. إن شاء الله يا رب. فكان قلتي لي العريس أعزب ومانه متجوز؟ إيه انفهمي هيك خبرتنا. ليه خبرتي؟ تنقل أولا إن شاء الله. ليش ابن عمي أنت سألت عنه للرجال؟ إيه سألت عنه. إيه وخير؟ شو قالوا لك؟ ليكون مسموعياته مو منيحة. لا مسموعياته كثير منيحة وما عليه حكي بنو. بس الرجال طلع متجوز. شو؟ الرجال طلع متجوز؟ شو هالحكي ها؟ مثل ما عمل لي، الرجال طلع متجوز ثلاث نسوان. ولي متجوز ثلاث نسوان؟ اي نعم، بده يتجوز الرابعة، يعني كانت اختي صالحة نزلت ضرعة ثلاث نسوان. دخيلك اخي ما بدي. من بعد امرك.
ليش فكرك انا برضى؟ برضى بيا الحكي لك يا صالحة؟ ما برضى. والله ما بعرف شو بدي اقول لك يا ابن عمي، يعني انا كمان ما برضى انه صالحة تنزل ضر على ثلاث نسوان. شو هالجوازة هي؟ جواز قبرصي الهي. مشان هيك بدي منك تكسري رجلها لأم فهمي اذا بتفوت البيت. ليش ابن عمي؟ والله هي ما دخل المخلوقة، هلن قالوا لها هيك تحكي. مزبوط اخي، أم فهمي ما دخلها. معي معروف، بتقولي لها لأم فهمي تشيل ايدها من جوازة اختي صالحة. ما بدي اي عريس عن طريقها، عم تفهمي؟ حاضر ابن عمي، مثل ما بتأمر بصير. اخي بدي استأذنك من بعد امرك. خير صالحة؟ بشو؟ بدي استأذنك شنو؟ بدي روح عن بيت نظمية خانو. ايوه، ليش مو على حساب امبارح رحتي انت ومعروف لعنده؟ مزبوط اخي، بس صارت شغله ضروريه كثير ولازم اقول لهم اياها. شو هاي الشغله؟ بصراحه الناس عم تحكي عليهم. شو عم يحكوا الناس عليهم؟ انت قولي له مرت اخي. لا يو، انت قولي له انا ما دخلني. لك خلصينا انت وياها، احكوا لك شو عم يحكوا الجماعه عليهم؟ لك شو عم يحكوا؟ خلص اخي، انا رح اقول لك. عمي ممدوح عدم المؤاخذه، انت شو لك بالحاره؟ انا بيت عمي ساكنين هون عندكم بالحاره بمشقيه الفرن. بيت عمار؟ مين بيكون عمار؟ عمي بيكون ابو عمر الطحان. والسبع تنعام منك ومنه. ابو عمر زلمه زقرت وقضاي وسمعته بالحاره مثل المسك. تسلم عمي، هاد من ذوقك وحسن اخلاقك. عمي الناس بتنذكر بافعالها، وابو عمر زلمه كريم وعمره ما رد حدا خاين. الله بحييك عمي ابو حمدي، انا كل فتره فتره بزورهم هون بالحاره، لأنه عمي أبو عمار هو اللي رباني من وقت اللي كنت صغير. طيب والوالد وينه؟ أعطاك عمره، توفى من وقت اللي كان عمري سنتين، ومن بعد منه بثلاث سنين توفيت الوالدة، وعمي أبو عمار كفلني أنا وأخوات البنات رحمة الله عليهم. وأخواتك وينه؟ أخوات البنات إجا نصيبهم وتستروا عند جوازهم، وأنا هلأ صفيان لحالي. شوفت عينك مع الشباب؟ الله بحيي اصلا، هيك عم يعملوها. فيناك تعتبرني مقام عمك ابو حمار، اي شيء بتحتاجه ورا بدي سداده. الله بحييك عمي ابو حمدي، والله كفو كفو. عمل عمل عمل. العمل؟ لك من وين طلع حسيت على بنت اخته لابو حمدي ها؟ منين لك صالحه منين؟ هيك انفهمي سمعتهم بالحاره عم يحكوا. لك الله لا يوفقهم ان شاء الله، بدهم يحطوا بشرف وعرضا للمخلوقه، لك ما بيخافوا الله هدول؟ ايه والله معك حق، ما بيخافوا الله. لك يخرب بيتهم، يخرب بيتهم هالناس، طول عمرهم ساكنين عنا بالحارة، ما شفنا منهم الزايحة، المايلة ما شفناها، والمخلوقة مربية بناتها، أحلى ترباية. معك حق، عم تحكي مزبوط ابن عمي. بقى مشان هيك بدي روح عن بيت أنت يصير مشان خبرها شو صار وياخذوا حذرهم. شو علي أختي؟ شو علي؟ روحي خبري الجماعة مشان ياخذوا حذرهم، وديروا بالهم من الناس اللي عم تحكي عليهم. هو هيك أخي، هو هيك. العم والله ما يسمع ابو حمدي بهالحكي، ليقيم ليامي عليهم، اي والله. مشان هيك ابن عمي اسمح لي روح انا الثانية، وفي طريقي كمان شق على امي. روح لعندهم ما في، بتروحي لعند امك بس، وبتقولي لها جوزي بده اياكي. ليش ابن عمي بدك تسلمها الحمام؟ لا ما راح سلمها الحمام، هي شغلة مولاية عليها بنوب، تجيبها لعندي هون طيب خاطرها بكلمتين. امك الله يسلمها بمقام الوالدة. الله يخلي لنا اياك ابن عمي وما يحرمنا منك يا حق. حبيتها لما سمعت باسمه وبس. يالا لو تزبط معك يا عنتو، يالا لو بتصير صبرية من نصيبك لتكون عيشتك غير شكل. بس يا هل ترى رح يصدق معي ابو عزو ويجوزني اياها؟ سيدي
لحق الكذاب لورا الباب. Oh,